صباح الخير لكم أصدقائنا، رجعنا لكم من جديد على هواء موجة من اللاذقية ومن المركز الإذاعي والتلفزيوني أيضا باللاذقية، لحتى نكون معكم ببرنامجكم، لحتى نعرف حظوظكم الأبراج، وأيضا نكون معكم أنا وعلي. صباحك حلو علي خليل. يسعد صباحك بكل الخير، يسعد صباح جميع المستمعين، إن شاء الله يكون نهار خير للجميع. إن شاء الله يا رب، بنتمنى أكيد. وهلأ لنشوف شو حامل هالنهار معك من كلام وقصص حلوة، فخلينا نروح فاصل ونرجع. اجمالا علي، هو طاقته صعبه ام انه من الايام السهله اليوم؟ والله لا، انا بشوفه يوم ما انه سهل، خصوصا انه عندنا خلو مسار طيله النهار. كيف يعني خلو مسار؟ حتى اشرح الشغله اللي عم يسمعوها. خلو مسار للقمر. خلو مسار للقمر يعني لما بيكون القمر عم ينتقل من برج لبرج وعند عدم تشكيله زوايا مع احد الكواكب الرئيسيه، فهون بنسميه خلو المسار، يعني فتره لا تصلح للخطوات الجديده على اي صعيد كان يكون. طبعا بيختلف هذا الشيء من برج لبرج، من حدا كيف حظه اليوم لحدا تاني، بس بالعموم اليوم لا، اليوم ما في خطوات جديده. بكره يعني من اليوم، من المساء بالاحرى، يعني اللي عنده اتصال عنده شغله من المساء وبالرايح، يومين بيكونوا حلوين، بيكونوا رايقين لحتى نبلش نتحرك. بس هلا للأمانة أنا يعني عندي شوية قلق هاي الفترة من شيء يخص الطبيعة. يعني أنا شايف في شيء يخص الطبيعة، هو إما نوع من حرائق ذات أرضية، في شوية عندي قلق من هذا النوع. حكينا قبل أنه في شوي رح يكون في غضب عند الناس، أحداث سياسية، شفنا النمسا، شفنا فرنسا، شفنا الدول المجاورة كيف صار. لا هلا حنشوف شيء له علاقه بالطبيعه اكثر وان شاء الله خير، لانه الشمس دخلت على برج الاسد، وبرج الاسد هو برج ناري. طبعا هلا هيدا سبب، بس هلا عندنا عطارد مع الشمس بالاسد، عندنا المريخ واورانوس بالثور، وعندنا زحل بالدلو. يعني هدول الابراج بتعرفي انت بيكونوا بياثروا على بعض بطريقه مختلفه عن الابراج الثانيه، فعندنا زوايا متشكله شوي صعبة شوي معقدة، فبالتالي بدنا نكون حذرين شوي وما نتسرع. تمام علي، بتذكر اليوم 25 الشهر، بتذكر من شي 5 أيام أو هيك شي، يعني كنا لسه كانت الشمس بالسرطان، فكنت أنت عم بتقول شوي يعني هذا القلق ل 28، فعم بتطلع هلأ اليوم 25، يعني لسه تقريبا شي 3 أيام. ايه تماما، شي 3 أيام 4 أيام لحتى يبلش المشتري حركته التراجعية بالحمل. طبعا هون ما رح خبر انه الحركة التراجعية شيء ايجابي طبعا لا، بس لما بتدخل مثلا الزهرة للأسد بالفترة القادمة، هون بدها تخف شوي المربعات اللي عم بتصير او الزوايا اللي عم بتصير، لانه كونه مثلا هلا عنا الزهرة بالسرطان المشترية بالحمل، كمان هون كمان هن ضد بعض، يعني عنا كذا برج ضد بعضه. فلما مثلا بتدخل الزهرة للأسد خلص بنخلص انه حمل جدي سرطان، لا خلص منضل بس بين التور العقرب الأسد والدلو، يعني بتضل القصة بيناتهم محصورة. تمام، طبعا هي حالة التراجع ما نوع عم بيرجع، انما عم يمشي ببطء، عم يمشي ببطء ليرجع للحوت. تمام بلا. هلا بيرجع، لكن هلا مثلا بآخر العشر رح يرجع للحوت، بيضل شي شهرين بيرجع بعدها للحمل، من بعدها بالصيف القادم رح يكون بالثور. رجوع حركته يعني؟ لا تقدمية. بس هالفترة يعني من آخر الشهر في حركة تراجعية. طيب الشمس بالحمل، القمر وين الشمس اليوم؟ بالأسد. عفوا الشمس بالأسد، القمر اليوم موجود ببرج الجوزاء تقريبا للساعة 9 بالليل، من بعدها بيصير ببرج السرطان. يعني تقريبا هذا النهار كله محكوم بالقمر الموجود ببرج الجوزاء، خالي المسار. خالي المسار، فترة الليل ممكن تكون أحلى، اللي بيسهروا اللي بيكون عندهم الشغل بالليل، بيكون عندهم اتصالات بالليل، أمورهم بتكون أحلى بالليل. طيب يلا خلينا نبلش لكان مع برج الحمل. هلا مولود برج الحمل اليوم لسه عندك نشاط، لسه عم تتلقى دعم من أخوة وأصدقاء، لسه في عندك اهتمام مثلا بقصص إلكترونية، ممكن سوشيال ميديا، ممكن موبايل، ممكن تليفون، ممكن عم بيكون عندك هيك جمعات حلوة يا مولود برج الحمل. بس اليوم بدي يكون عم حذرك مثلا لمواليد برج الحمل اللي عم بيقودوا سيارة
او عم يمشوا بسياره يكونوا منتبهين شوي على الطريق، يتاكدوا موضوع السياره، يفحصوا امورهم الالكترونيه، يضبطوا اتصالاتهم، وما نبلش اليوم بخطوه. يعني مثلا بده يشتري شيء اليوم من مواليد برج الحمل، الكترونيات هيدي بهيدي القصص لا اليوم غير مناسب ابدا يا مولود برج الحمل. اساسا من المساء بشوف انه لسه الاجواء عم تدعمك عائليا بصراحه يا مولود برج الحمل. بشكل عام يوم انا ما بشوفه سلبي، بالعكس بشوفه ظريف الك، بشوفه مهضوم الك، بشوف نقاشك حلو، بشوف انك انت عم بتقدم شيء حلو يا مولود برج الحمل. اما لمولود برج الثور فاليوم لسه عم يهتم كيف يزبط المصروف، كيف يجيب مصاري، لسه عم بيدور على طريقه يلاقي فيها المال والامان. بصراحه مولود برج الثور بيدور على الامان اكثر ما يدور على المال بحد ذاته. فبالتالي مولود برج الثور اليوم بدك تحدد اهدافك اكثر، بدك تشتغل عليها اكثر، وفي طاقه رح تدعمك. اساسا وجود المريخ عندك عم بيمدك بالطاقه لتكون نشيط ولتكون عم تتحرك، بس بدي حذرك ما تتسرع، وخصوصا عم نحكي عن مواليد 3 و4 ايار مايو، كونوا حذرين شوي، ما بدنا نتسرع، بدنا نكون هادين، بدنا نحاول ننظم امورنا ونستفاد من الطاقه الحلوه. اساسا حتى وجود القمر بالسرطان في فتره المساء رح يكون كتير عم يدعمك. هلا ما بدي انسى انه وجود عطارد والشمس بالاسد شوي عم يعمل لك ازعاجات، بس ما مشكله، شوي شوي بالتخطيط. انت اساسا حدا ما بيتحرك بسرعه، فبالتالي بشوف امورك تتجه باتجاه ايجابي اذا انت عرفت تخطط وعرفت تشتغل. اما لمولود برج الجوزاء فالطاقات اللي حواليك جدا حلوه، جدا ميسره، جدا بتعطيك الاجواء الفلكيه بتدعمك اليوم حتى يا مولود برج الجوزاء. بس انا مفروض خبرك يا مولود برج الجوزاء انه هذا النهار لا يصلح للخطوات الجديده، لا يصلح، وخصوصا انه خلو المسار عم بيصير عندك، لا يصلح للخطوات الجديده. يعني اوكي الشغلات اللي عنا منظبطه، الشغلات اللي خططنا لها من يومين راحوا، الامور جيده لتنفيذها، كلامك مسموع، طلتك حلوه، جذاب لمن حولك يا مولود برج الجوزاء، رغم اني ما بشوف انه لسه الاجواء العاطفيه مثل ما بدك 100%. بس كمان بدي حذرك شوي لمصروفك، كونه يعني شايف انه في عندك صرف زائد هيدا الفتره. اما لمولود برج السرطان فيلا يا مولود برج السرطان قرب تفرج، قرب ترتاح. اساسا وجود الزهره عندك عم بيساعدك، يعني حتى ما نكون عم نتخبى وراء اصابعنا، وجود الزهره عندك عم بيساعدك يا مولود برج السرطان. فتره ممكن تحمل لك متاعب، ممكن تحمل لك مثلا مشكله انت ما انا بحسبانك، ممكن تعمل لك تعامل مع مؤسسه كبيره، ممكن مستشفيات، ممكن دوائر حكوميه، ممكن للبعض تحمل له عن جد في موضوع مشكلة هيك. لا اليوم يا مولود برج السرطان بدنا نهتم انه نضل ببيتنا، ما نعمل شيء، نروق، نراجع نفسنا، يعني ما نورط حالنا بقصة نحن بعيدين عنا. حاول مثلا بما انه وجود الزهرة عندك عامل كتير ايجابي، قوي علاقاتك العاطفية بهيدا الفترة وانتعد عن تصعيد اي خلاف. اما مولود برج الاسد فلسه الحظوظ عم بتساعدك خلال هذا النهار، لسه في قدرة على التواصل، لسه في قدرة انك تبدي رأيك، لسه في قدرة انك تكون عم تتلقى اتصال حلو، او تكون بوسط حلو، او تكون بجمعة حلوة، او تكون عم تستفاد من نوعية الوقت يا مولود برج الاسد. بصراحة هذا النهار لسه فيك تناقش، لسه فيك تحكي، لسه فيك تعمل التليفون، لسه فيك تصلح الامور، وما تنطر ابدا ابدا للمساء يا مولود برج الاسد، لانه بكرة في شوية ضغوط عليك. مع أن وجود الشمس ببرجك وعطارد ببرجك رح يكون عامل إيجابي وعامل مخفف أساسا لإلك، رغم أنك قاطع بفترة كانت أبدا ما سهلها مولود برج الأسد، بس ما عليه، شوية اليوم نستفيد من الوقت، ما ننطر للمساء، ما نأجل لبكرة وبعد بكرة، وحاول خلص كل أشغالك. اما مولود برج العذراء فبعرف انه الضغوط كتير كبيرة عليك، وخصوصا اذا عم نحكي بالجانب الصحي والعملي وحتى المادي، في ضغط كتير كبير عليك يا مولود برج العذراء. بدنا ننطر مولود برج العذراء، الصبر مفتاح الفرج يا مولود برج العذراء. بدك تنتبه على اسلوبك، على طريقة كلامك، على طريقة تعاملك مع الناس اللي حواليك مولود برج العذراء. ما بدنا نتهور، ما بدنا نكون متسرعين، ما بدنا بعرف انه في هيك مثل نوع انه عم بيضيق الخلق، عم تتعب، مع انه ممكن لبعض مواليد برج العذراء يكون في عندكم تكريم او تقدير او استحسان، ممكن يكون للبعض. انت شو بتشتغل؟
اليوم ممكن بتلاقي النتيجة مولود برج العذراء، بس حسب انت شو بتعطي. يعني اشتغلت صح بتلاقي الصح، اشتغلت ذرة غلط الضوء مسلط عليك والغلط بيكبر وبيبين، لهيك كون حذر. وإذا عندك قصص مهمة أجل لبكرة أو بعد بكرة، لأنه نوعية الوقت بكرة وبعد بكرة حتكون مساعدة جدا. أما لمولود برج الميزان فهو اللي لسه الحظوظ عنده حلوة، بالسفر، بالاتصالات، بقصة حدا مسافر، عم يعمل تليفون مع حدا برا البلد، عم بيكون في عنده حظوظ حلوة. مثلا عنده أمور قضائية، الأمور ميسرة جدا جدا إليك يا مولود برج الميزان. اللي عنده مثلا حتى فحوصات بالجامعة، الأمور رائعة رائعة يا مولود برج الميزان. ما في شي بيهديك، ما في شي بيوقفك. الشمس بالأسد، عطارد بالأسد، حركة القمر كلها داعمة إليك اليوم. حاول عمول كل اللي بدك يا، حاول تنمي اي شيء عندك يا. ممكن عم بتنمي جانب ثقافي، ممكن عم بتخطط لمستقبلك، ممكن عم تفرح. هيك نوعية الوقت بتفرحك اساسا يا مولود برج الميزان. اجواء العاطفية مان الاحسن، بس انا بشوف انه يلا قربت وحتتغير الامور رأسا على عقب حتى بالجانب العاطفي لك. وانتبه على مصروفك. اوكي الامور ميسرة، بس بدك تنتبه على مصروفك اكتر يا مولود برج الميزان. بس بدي بشرك من هلا الامور القضائية رائعة عندك. أما مولود برج العقرب فهو اللي كمان اليوم عم يهتم بالأمور المالية، وكأنه شايف أنا بصراحة بالخريطة الفلكية أنه الثور والعقرب عم بيمروا هاي الفترة بضائقة مادية، حتى العذراء ممكن. يعني الأمور المادية معنى الأحسن عم بتفكر كيف تدخل تعديل على الميزانية. ممكن يكون على فكرة عندك تعويض من ضرائب، من شراكة، ممكن مال بطريقة مفاجئة، ممكن أنت عم تتدين، ممكن أنت عم تسعى لقرض. لهيك تروش شوية مولود برج العقرب. الأمور بتتغير بين اليوم وبكرة، حتتغير جدا. فترة تصلح للخطوات الجديدة إلك يا مولود برج العقرب. لهيك كون حذر الأجواء العاطفية، طبعا بعتبرك أنت الأفضل عاطفيا خلال هذا النهار. الأمور حلوة وطلتك حلوة وأنت قادر تجذب الحواليك، بس شايفك أنت مالل. بدك تهتم لعملك شوي اليوم، بدك تهتم كمان لصحتك، يا أما صحة أحد المقربين. ممكن تكون تعبان، يعني مو أنه شرط موضوع صحي، ممكن أنت تعبت. فريح شوي وانطور نوعية الوقت بكرة، الأجواء مختلفة تماما. أما مولود برج القوس فبعتبر أنه الجو متعب جدا، الجو ضاغط جدا، والجو بيحمل لك نوع من تحديات. كيف يعني مولود برج القوس؟ بقلي انه الشمس بالاسد وعطارد بالاسد، بقول لك نعم، بس بدي اقول لك انه خلو المسار عم بيصير مواجهك بالجوزاء. فبالتالي مولود برج القوس بدك تكون حذر، بدك تكون منتبه لشراكاتك العاطفيه والمهنيه، لا تتهور. نوعيه الوقت ضاغطه، بتحمل لك تحديات، بتحمل لك قلق، وممكن حتى تحمل البعض من مواليد برج القوس شراكة جديدة تكون خير عليهم. كيف يعني؟ للمقدمين على زواج أو خطبة الفرصة متاحة، بس اللي عنده توقيع عقود تجاري يكون حذر بالتوقيع. أما مولود برج الجدي فالشغل عندك ما بيخلص، الشغل بيتطلب منك كتير، العمل ثم العمل ثم العمل. اليوم يا مولود برج الجدي في أمور متراكمة أو التزامات متراكمة عليك، الجو شوي ضاغط، الجو شوي بيشحنك. بخاف بصراحة شوي عندك صحيا خلال هذا النهار، لا منتبه لنومك، لا منتبه لأكلك، لا منتبه لشربك. لا بدك تنتبه، إذا عندك مراجعة طبيب راجع الطبيب. مولود برج الجدي بدي كمان ممكن حتى اليوم يكون في عندك انه انت عم تشتغل فتكافئ على عملك، انه ايه برافو عليك يا مولود برج الجدي. لهيك انت اللي بايدك بتحدد اليوم يا مولود برج الجدي كيف بتتجه. يا بتتجه لتراكم العمل وبتنسى حالك، يا اما بتشتغل كل الشغل وبتطلب المساعدة من الزملاء وبتكون امورك رائعة. طبعا لسه بدي نبه مولود برج الجدي على الامور العاطفية، انت بحاجة لتحسم قرار. أما مولود برج الدلو فالحظوظ رائعة جدا، محبوب ونشط.
بصراحة مولود برج الدلو أنا بشوف هذا النهار لسه حلو، حتى بكرة ما بشوفه أنه سيء، بالعكس الأمور ميسرة. صح الشمس بالأسد عم بتواجهك، إلا أنه حركة القمر عم تدعمك وعم بتساعدك شوي. يعني اليوم في فرصة لتكون عم تلتقي بناس بتحبهم، في فرصة لتكون عم تجتمع مثلا جمعة حلوة، في فرصة لمكسب مالي، في فرصة لحتى تكون عم تسمع خبر حلو بخص الأبناء، أو أنك أنت عم تهتم بأبنائك أصلا كيفما كان يكون هذا المجال. بس بدي نبهك شوي عاطفيا، الأجواء العاطفية ما بعتبرها الأحسن. في ممكن تكون علاقة إلك مع زملاء عملك، أو طبعا ممكن تكون مو أنه علاقة غرامية، بدك تنتبه على طبيعة تعاملك مع زملاء العمل. ممكن تحس الجو العاطفي شوي ضاغط إلك، شوي متعب إلك، وبتوصل لمرحلة أنه أنا شو كان بدي، أنا مالل أو أنا تعبان أو أنا يعني في هيك نوع من ضيقة خلق خفيفة عندك. بس الأمور بتتغير بإذن الله، كون صبور. أما مولود برج الحوت فهو اليوم اللي قالب الدنيا من تحت لفوق. يعني مولود برج الحوت اليوم في عندك حساسية عالية، في مزاجية عالية، وخصوصا فيما يخص الأمور العائلية والأسرية. ممكن عم تهتم بشغل البيت، ممكن في ديكور للبيت، ممكن يكون في قصة عقارية، ممكن يكون تعاملك مع أفراد العائلة أنك أنت مضطر تحتوي الجميع، أو أنه مثلا ما حدا عم يفهمك، أو أنه حاس شوي بضغط. معلي مولود برج الحوت بدنا نقطع هذا اليوم على خير. في شوية أمور ضاغطة، في حساسية عالية عندك، في مزاجية عالية، ما تاخد أي شيء على مستوى شخصي، وبنبهك شوي صحيا، بنبهك شوي صحيا. فلهيك مولود برج الحوت بدنا ننطر للمساء لحتى تتغير الأمور، ما ناخد قرار جديد. حتى اللي عنده نقلة بيت يأجلها يعني للمساء أو لبكرة الصبح يأجلها. طبعا الأمور العاطفية ما بعتبرها سيئة، بعتبرها بالعكس كتير إيجابية، بس حاول تكون أنت الطرف المبادر. ومنختم مثل العادة مع مولود اليوم، مولود 25 تموز يوليو، بانتظاره سنة مهمة، سنة ممكن تحمل له لقاءات، سنة ممكن تحمل له مفاجآت ونجاحات على كافة الأصعدة، وخصوصا اجتماعيا، وخصوصا اللي عنده شغل مثلا على السوشيال ميديا، للبعض بتحمل له شهرة. مولود اليوم حدا قادر تماما يجذب الطاقة الإيجابية والسلبية له، فبنصحه دايما بالتفكير الإيجابي. بنبهه من استغلال الشركاء له، وخصوصا القصص العاطفية المتعبة في بعض الأحيان. الحق إحساسك أكثر ما تلحق كلام الناس يا مولود اليوم. سنة رائعة، سنة مهمة، وسنة رح تحمل لك تغييرات جدا مهمة إذا أنت عرفت تستغل الفرص صح. وأساسا ممكن تكون عم بتحط حجر أساس للسنة القادمة. بتمنى لكم كل الخير مواليد اليوم. قبل أول تليفون علي معنا، صديقتنا عم بتقول بس العقرب شو قلت لنا ياها، بس انه يعني بس اذا بتتوسع له فيه تكة. العقرب عم يهتم بالامور المالية، بامور الميزانية، كيف بده يجيب مصاري، ممكن عنده تفكير بقروض، بديون، ممكن يجي مال فجأة، ممكن يجي مال من شراكة، من تعويض مثلا، من ارث. بس مولود برج العقرب بصراحة هاي الفترة ما أنا مناسب، يعني اليوم أقل له ما أنا مناسب لحتى أخطو خطوة جديدة في موضوع مالي، إنه روح أطلب أو روح قدم على قرض. اليوم ما أنا مناسب أبدا، أجل لبكرة. بكرة الأجواء بتختلف ونظرتك بتختلف، وبتشوف الأمور بطريقة حقيقية وواقعية. بنبهك شوي على صحتك أو صحة أحد المقربين، حاول ريح حالك شوي ونظم وقتك واهتم بالعمل. تمام، معنا اتصال. مرحبا، صباح الخير. صباح الخير، يا هلا. بس بعد اذنك اذا في خلاف، اذا في رجعه، يعني هن عم بيتعرفوا على بعض. تفضلي. امبارح حكيت حضرتك على التوافق، ابراهيم ابن غيثا 6/10/91 مع هبه بنت هاله. هبه بالالف قلتي لي ما؟ لا هلا هي انا عم بكتبها صرت حاليا، بس هي بالهاء المضبوطه. اها، بنت هاله. ايه 25/3/91. يعني انت بتنصح برجعة ولا لا؟ هي اي سنة؟ علاقة يعني. احنا عم نتفاهم. طيب يعني. انه كيف حظوظي انا وياه وكيف التوافق مع بعض. تكرم عينك. يعني في خلاف، الله يكرمك يا استاذ علي. اهلا وسهلا.
هبة بصراحة علاقة حلوة، هي كعلاقة حلوة، بس إذا بدك تسأليني أهمت في رجعة، بشوف لهيدي الرجعة أو لهيدا الصلح أو لحتى تتيسر الأمور بيناتكم بين 12 و20/8، بين 12 و20/8 كحد أقصى 25/8. هبة بدك تحاولي ما تقدمي كل شيء، ما تكوني متسارعة. أنت مشكلتك حدا بالعواطف مجنون يا هبة، بيعطي كل اللي عنده، مع أنه إذا أخذ موقف خالصين بيترك وبيمشي لعاد بيسأل. أنت حدا حساس كتير، وعلى فكرة إبراهيم حدا حساس كتير، بس إبراهيم حدا بيخبي بقلبه بيكتم بقلبه، أما أنت لا، أنت حدا يعني لما بتعصبي خالصين بتحكي كل بقلبك يا هبة. هبة كوني صبورة شوي، و يعني ممكن نشوف انه بعد 2 3 ممكن تتيسر الامور اذا انت بادرتي، اذا انت بادرتي. ما حبيت تبادري فالفترة متاحة بين 12/8 و25/8 وكله باذن الله. طبعا العلاقات مثل ما خبرتك كتير حلوة، بس يعني في شوية توتر بالفترة الحالية. كمان اتصال. صباح الخير. الو، مرحبا. صباح النور مدام رشا. ابو جنى. ايوه، اهلا وسهلا، تفضل. سومر ابن بصيرة. سومر ابن بصيرة. 16/6/85. تمام. بدي اعرف، انا مطلق، بدي اعرف زفة الطباب وبرجي وعن كل شيء. يلا اسمعنا. في تسبيب بالعمل. تكرم عينك أبو جنى، سمعنا من الراديو، أهلا وسهلا فيك، باي باي. أبو جنى صديقنا الدائم الصباحي، فبدنا ندلله شوي بالمفردات وبالكلمة. أكيد يلا. بالنسبة لسومر ابن بصيرة، سومر في عندك تعب ما طبيعي مارر فيه، ما في تعب ما هو طبيعي، في قصة متعبة، تكرار رقم 6 بتاريخ ميلادك دليل على تعب أو هم أو مرض معين. بس بإذن الله هذا الشهر اللي جاي رح يكون شهر تعويضي بامتياز، بس مهم أنه أنت تستغل الفرص بطريقة صحيحة وما تتردد أبداً بانك تختار حتى الناس الصح بالتعامل. تمام. سأل عن برجو ابو جنى. برجو الباطني هو الحمل، برجو الباطني هو الحمل، برجو الميلادي هو الجوزاء. طبعا البرجين ان شاء الله الشهر الجاي حتكون حظوظهم رائعه باذن الله، وخصوصا فيما يتعلق بمكسب مالي، بامور عاطفيه مثلا، بامور الى علاقه مثلا. هلا لما عم نحكي عن امور عاطفيه مش شرط شراكه دائم، ممكن فرصه لتعارف، ممكن فرصه لتقرب من احبه، ممكن صداقه حلوه. يعني تمام. لما بنحكي عاطفي مش شرط انه صح تماما. طب 16/6 قلت لنا تكرار هون، تكرار رقم 6 وعندنا هون رقم 5. يعني هلا 5 بتاريخ الميلاد باخر يوم السنه، هلا مو شرط للكل، بس هون كونه صار في تكرار للارقام. عرفتي كيف؟ فهون مثلا رقم 5 هو قصه محبس ما بتكمل. هون 6 و6، يعني 16/6 ستة وستة صار في عنا هون قصة تعب أو مرض أو هم مزعب صحياً. بس إن شاء الله لا، الشهر الجاي كتير حلو حيكون. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يتواصل معنا كمان بخصوص هالموضوع الشهر القادم. إن شاء الله، إن شاء الله على خير الأمور كلها يا صديقنا أبو جنى. معنا هيام كمان. صباح الخير. ألو. ألو مرحبا. يا هلا، تفضلي. ألو. رهف بنت أردوان. رهف أردوان. أردوان. 18/5/2000. 18/5/2000. أيوة، عم بدرس جامعة. إنه كيف حظوظي وبالنسبة للعاطفة، يعني أي مدى الارتباط عندي، أي شهور مفتوحة؟ هلا رهف بنت. نعم. رهف بنت. أردوان ألف راء
تمام. يعني الوالدة أردوان. أيوة. إيه. تمام. رهف إيه بنوتة. إيه. دال واو ألف نون. إيه تمام. لا أكيد بدنا ندعمها رهف لأنه من عمري. إيه دخل عينك. أنا بدي بس إني إنه أعرف الدراسة إذا عندي نجاح بالجامعة والعاطفة. تمام. تكرم عيني. ما عم تتيسر الله وكيلك يا أستاذ. يلا الأمل بالله. لا إله إلا الله. سمعينا من الراديو. نقول لك كمان عن برجة شو رأيك؟ فورا. يلا. بشهر ونص شهرين متعبين جدا جدا، برج الباطني ميزان وهذا البرج صعب المزاج جدا جدا. هلا رهف بتعب على الشغل تاخده بس بتنول حقه بالنهاية. هلا هذا الشهر بعتبر انه مقبل على فترة عاطفية جيدة خلال شهر 8 وحتى شهر 9 بيكونوا شهور عاطفية وفي فرص جدا حلوة لرهف بإذن الله تعالى. هلا رهف عندهم حاليا بس بموضوع الدراسة رهف بحاجة للاجتهاد ثم الاجتهاد ثم الاجتهاد، لأنه إذا كانت مجتهدة على حالها خلال هذا الشهر في عندها تكريم ومنقل لها برافو عليكي ومنبارك لها. رهف حدا ما بياخد إلا حقه. طبعا إن شاء الله أموره على خير، وبعتبر شهر 9 هو الشهر الراحة إلى والشهر اللي بتاخد فيه نفس والشهر الانفراجات العظمى، بس إذا بتجتهد هذا الشهر رح تتيسر أموره وبتتكافأ بآخر الثامن. إن شاء الله أموره على خير. طيب خلينا ننتقل علي لكم مسج على الواتساب. طيب معنا رؤال عم تسأل عن بيعة عقار، انه اذا في اشهر محظوظة لبيع هذا العقار. بينين تمام. 22/8/68. هلا بالنسبة لرؤال بشوف بيعة العقار أكثر. يا رؤال يعني لك الشهر العاشر بطريقة كتير كبيرة، ومنضيف إلون أكيد أكيد يعني أول السنة بإذن الله تعالى، ما تاكليهم أبدا أبدا أبدا. طيب علي ذكرنا على تكرار الرقم 6 من شوي عند صديقنا وجنا، مثلا تكرار 8 في مسج مثلا، ولا ما بنقدر نحن نعطيه هيك بدنا أرقام معينة؟ هلا تكرار رقم 8 يعني هلا مثلا مثل الخلقان بيوم 8/8 مثلا 2008 مثلا 18/8/81 تماما. هذا حدا لازم يعمل خير كتير كبير لحتى يلاقي الخير، لأنه محكوم بكوكب زحل المعلم الصارم، بده يكون عم يعطي خير ليلاقي خير، وإلا بيسحب منه كل شيء طاقات سبحان الله. تمام. معنا اتصال كمان. صباح الخير. أهلا صباح النور. تفضل. أنا مقداد ابن هدى. مقداد ابن هدى. ابن هدى. مواليد 11/7/96. 11/7/96. أيوة. شو حاب تعرف يا مقداد؟ بدي أعرف برج العربي ووضع العمل بشكل عام هلاق اللي جاي وعن الصحة. تكرم عينك. الله يكرمك. بالنسبة لمقداد، مقداد التجديد قريب يا مقداد، وخصوصا بعد 12/8 يا مقداد التجديد قريب على مستوى العمل. هلا على المستوى الصحي ما بشوف عندك بإذن الله مشاكل، يعني مقداد بشوف أكتر شيء أنه أنت حامل هم الكل، أنت حدا كتير حساس، بس حدا بيقدر يخلق التجديد بحياته. طبعا مقداد في عندك هيك مشاكل بتخص حواليك، ناس بيسافروا او ناس لا سمح الله بيمرضوا بكير او بيموتوا بكير يا مقداد، بس مقداد بدك تبتعد عن الحساسية، واللي جاي بإذن الله كتير حلو. اساسا انت مارق بفترة صعبة يا مقداد.
بس اللي جاي كتير حلو. بنصحك شوي بالليونة، انت حدا بيحاول يمشي كلامه كتير، لانه تكرار رقم واحد عندك دليل انه انت حدا يعني كلمته ما بيتنيها. بس مقداد مثل ما عم خبرك الفترة الجاي حلوة، والفترة الجاي رح تدعم حظوظك. هلا بعتبر الشهور العملية الافضل عندك هو هذا الشهر 2، في عندك الشهر الثامن والشهر 11 باذن الله يا مقداد. برجك العربي هو الحوت، برجك العربي هو الحوت. ان شاء الله خير لك، كل الخير يا مقداد. علي نحن كمان نتمنى لك الخير، هذا نفسه اللي انت الطاقة الحلوة اللي بعتها لجميع الأصدقاء. بدنا نشكرك من قلبنا، وإن شاء الله اليوم يكون كمان حلو رواق لك لكل مين عم يسمعنا اليوم إن شاء الله يا رب بطاقته، هيك نتروق على أمورنا شوي. وشكر أكيد فريق العمل اللي كانوا معنا، ومنشكرك بنرجع منشوفك بكرة إذا الله رد إن شاء الله. اتضلوا بألف خير أصدقائنا، باي باي.